طيب نروح مع حضراتكم للأقصر والمدينة الذهبية بالأقصر اللي تم يعني اكتشافها، وبتحصل هذه المدينة على جائزة أهم كشف أثري في العالم. تسلم علم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس رئيس البعثة المصرية اللي كشفت عن المدينة الذهبية بالأقصر الجائزة الأولى لأهم كشف أثري في العالم. حضر الاحتفال يعني العديد من سفراء الدول وكمان الدكتور أحمد غنيم مدير متحف الحضارة والعديد من مندوبي الصحافة العالمية. دلوقتي بينضم لنا هاتفيا دكتور عفيفي رحيم مدير موقع المدينة الذهبية. يا دكتور مساء الخير على حضرتك، وطبعا ببارك لك على هذا الكشف الأثري، وعايز أسألكم إزاي بتروجوا عالميا لهذا الكشف الأثري، لأنه أكيد ليه عائد سياحي كبير جدا جدا، وإحنا بنتكلم على إن إحنا داخلين الشتاء القادم يمكن أماكن الناس كانت بتعتاد إنها تروح لها أماكن سياحية يعني معروفة، ما أعتقدش إنه هيكون فيها نفس عدد السياح. إحنا في مصر إزاي نستغل كشف أثري زي ده لينا للترويج سياحيا، لأنه إحنا بنتكلم إنه الأقصر وأسوان ده يعني الموسم بتاعها. دكتور عفيفي حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا بيك يا فندم. الحقيقه احنا طبعا ده السنه الثانيه على التوالي اللي بنحصل فيها على اهم كشف اثري على مستوى العالم. حصلنا على نفس الجائزه دي السنه اللي فاتت من مجله الاثار العالميه، والسنه دي حصلنا عليها من بورصه سياحه بالبحر الابيض المتوسط. والحقيقه المدينه هو كشف اثري هام جدا لكل الدارسين والمهتمين بالاثار وكل الباحثين عن مجال الاثار، لانه بيغطي نقطه مهمه جدا كانت مفقوده في الحضاره المصريه القديمه، وهي حياه المصري القديم، الحياه اليوميه بتاع المصري القديم بكل تفاصيلها. بالنسبه للسياحه، المدينه علشان فازت بالجائزه سنتين ورا بعض اهم كشف اثري على مستوى العالم، طبعا عامله رواج سياحي كبير جدا، مطلوبة سياحيا من شركات سياحة كتير جدا، طلب الزيارة للمدينة طبعا معظم الشركات السياحة في مصر دلوقتي، ومعظم الأجانب بينزلوا مخصوص عشان يزوروا موقع المدينة الذهبية. بس هو للأسف احنا محتاجين كمان على الأقل سنة عشان نعمل سايت مانجمنت للموقع ونحافظ عليه. فالزيارات الخاصة لسه أعمال الترميم يعني يا دكتور تقصد مستمرة يعني؟ احنا بادئين يا فندم في أعمال الترميم وشغالين فيها، لكن الكشف عن بقيه المدينه لسه شغال، اعمال الترميم شغاله في المدينه، لكن لو سمحنا بالسياحه تتفتح عامه للسياحه بشكل عام دلوقتي هيبقى الموقع لسه مش ممهد لاستقبال السياحه الكتيره دي، فعشان كده هي طيب زيارات. طيب دلوقتي العالم قريه صغيره زي ما احنا بنقول، السوشيال ميديا احنا بنراوغ طيب على السوشيال ميديا لهذا الاكتشاف الضخم، وحضرتك زي ما بتقول انه دي تاني سنه نحصل على هذه الجائزه، على مواقع التواصل الاجتماعي هل احنا بنروج لده؟ هل احنا بنشرح للناس ما هي يعني هذه المدينة الذهبية اللي تم اكتشافها في الأقصر، علشان يكون في نوع من أنواع يعني الناس تبقى متحمسة أنها تيجي وعندها شغف أنها تشوف هذا الاكتشاف العظيم؟ واحنا لو احنا بنروج على المستوى المحلي عندنا فأنا أعتقد أن كل الأثريين وكل الدنيا وكل شركات السياحة في مصر عارفة المدينة. أما على المستوى الدولي فالدكتور زاهي حواس مدعو كل شهر انه يعمل محاضرات عن المدينه في معظم مدن العالم، كل شويه في مدينه مختلفه بيعمل محاضرات عن المدينه الذهبيه. وزي ما قلت لحضرتك هي عامله رواج سياحي وفي طلب زياره عليها كتير جدا. واحنا دلوقتي حاليا بدانا مشروع كبير، والمشروع في نهايته في السنه الثالثه فيه سايت مانجمنت وعمل، وهنفتح المدينه للزياره بعد ما تكون كملت تماما اعمال الترميم والتنسيق. ايه الاعمال يا فندم اللي بتتم في المدينه في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي احنا بنرمم كل جدران الطوب اللبن اللي تم اكتشافها، بنقويها بسيليكات مواد كيماويه، وبنعمل ريكونستراكشن لبعض الجدران اللي اتهدمت، وبنعمل مسارات للزياره عشان السياح لما يجوا يتفرجوا على المدينه من بره مش هنقدر ندخلهم جوه البيوت من جوه. واعمال الترميم شغاله بجانب اعمال الحفائر، استكمال اعمال الحفائر للكشف عن امتدادات المدينه، لان كل اللي اكتشفناه ده يمثل 30 او 40% من حجم المدينه الاصلي. طيب لو تقول لنا كده اهم المعالم اللي تم اكتشافها في المدينه الذهبيه، ونعرف الناس محتويات هذه المدينه اللي تم الكشف عنها، حضرتك بتقول لحد دلوقتي ل 30% بس من محتويات هذه المدينه. بالظبط حضرتك، احنا اكتشفنا حتى الان 7 احياء سكنيه للمدينه. المدينه بشكل عام هي عباره عن مدينه كل حي فيها محاط بسور زجزاجي منفصل تماما عن الحي الثاني.
بيقسمها في النص شارع رئيسي، وعلى الشارع الرئيسي ده شوارع جانبية، وكل شارع بيؤدي إلى حي من أحياء المدينة. كل حي في نشاط مختلف عن الحي الثاني، يعني في حي مخصص منطقة مخابز عشان إعداد العيش والطهي للعمال اللي شغالة، في حي صناعي في كل أنواع الورش زي ورش صناعة الحلي، ورش صناعة الجلود، ورش صناعة الفقار، وورش للغزل والنسيج، كل مختلف أنواع الصناعات اللي موجودة في مصر القديمة، حي كامل للصناعات، مصنع كبير للطوب اللبن. الحي الثالث حي سكني فيه منازل، ومنازل ضخمة جدا، وبعض المنازل عرفنا أصحابها، منهم شخصيات كبيرة كانت عايشة في المدينة واتنقلت مع إخناتون لمنطقة تل العمارنة. والحي الرابع اللي احنا شغالين فيه دلوقتي حاليا، أنا أعتقد أنه بيبشر بنتائج هائلة جدا، لأن هو حي مختلف تماما في التصميم المعماري بتاعه من بقية الأحياء، احتمال يكون قصر أو مبنى إداري كبير كان خاص بالمدينة. واكتشفنا البحيرة اللي كانت بتغذي المدينة بالمياه، شمال البحيرة، اكتشفنا كمية من أدوات الحياة اليومية اللي كان بيستخدمها المصري القديم لا توجد في أي متحف في العالم، ولا حتى المتاحف المصرية ولا العالمية اللي بره، لأن المدينة اتلقت في حالة جيدة جدا من الحفظ. فإحنا بنعتبرها، حتى بعض الأثريين العالميين مش المصريين بيسموها إيجيبشن بومبي، يعني هي بالظبط بتماثل مدينة بومبي اللي اكتشفت بحالتها بالظبط. فإحنا كنا محظوظين جدا إن كل أدوات الحياة اليومية اللي كان بيستخدمها المصري القديم ما زالت موجودة في المدينة في مواقعها. كل أنواع الصناعات اتعرفنا عليها على الواقع، اللي كنا بنشوفها بس في مناظر المقابر والمعابد، لقينا الورش على أرض الواقع، ولقينا الأدوات التصنيع وأدوات الحياة اليومية كاملة اللي كان بيستخدمها المصري القديم في حياته اليومية. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عفيفي رحيم، مدير موقع المدينة الذهبية بالأقصر، شكرا جزيلا على وجودك معنا.